أنجزت أمانة بغداد خلال شهر نيسان جزءاً كبيراً من أعمال مشروع تطوير وتأهيل مسافة 2000 متر من كورنيش شارع أبو نواس في بغداد، ضمن حملة بغداد أجمل التي أطلقها رئيس الوزراء للنهوض بالواقع الخدمي والجمالي للعاصمة، بالإضافة إلى توسيع الطرق كما تشاهدون لتكون مريحة جميلة للمشاة، وهناك أيضا طرق أخرى خاصة بالدراجات الهوائية، فضلا عن أماكن لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، علاوة على زيادة المساحات الخضراء في المنطقة من خلال إنشاء الحدائق والمقاعد. كما تشاهدون هذا هو جانب من كورنيش أبو نواس في بغداد بهذا الشكل الجميل والرائع الذي يتمناه كل عراقي وكل مواطن بغدادي. لنتابع. اكو مكان ببغداد راح يصير عباره عن جنه، تعال اشرح لكم عليه. شارع ابو نواس كان حلو، حاليا راح يصير احلى، تعال اشوفكم شلون. هذا اللي تشوفوه قدامكم هو نموذج على الشكل الاخير اللي راح يطلع به كورنيش ابو نواس، وهذا الممر خاص ممشى بس للبايسكلات، وهذا تارتان مال ركض للرياضيين، هذا كله راح يصير ممشى، وهذني مساطب بس بعد الماكينه لانات فوقها انتج مثل القطعه الخشبيه، بعدين من تكمل راح يصير شكلها حيل حلو، وبصفها ممشى ثاني وهذا راح يكون السياج مالته، وينحط به زرع وورود، وهذا الفراغ محطوط بين المصطبات على الاغلب راح يخلي بزرع. هذا الشكل النهائي اللي راح يصير به المحجر مال كورنيش ابو نواس، وبنفس الوقت هذا راح يظل حزام اخضر وراح يطورون به ويضيفوا له ثيل ومرشات بالقاع، لان من مميزات هذا المكان باشجار، والاشجار اللي به معمره وحيل كبيره حرامات تنزل، وهذا نموذج للممرات اللي راح تصير بالحدائق، هاي القوالب يصبون بها المساطب هنا، يعني تنصب موقعي وبعدين تنحط بهذاك المكان ورا ما تنصب، وهذا نموذج القلب الصب للمساطب اللي راح تصير على الشط، هذا نموذج مال مصطبات حيل حلو، هاي سطله من النفايات اللي راح تصير بالمكان. الشباب مستمرين بالشغل وان شاء الله يكمل باسرع وقت. وهذا السياج الخارجي اللي مطل على الشارع، حاطين ثلاث نماذج، هذا الاول والثاني والثالث، انا من رايي كذوقي ارشح هذا الاول باضافه بوري ثالث يوم بوري يأخر. واللون مالته حيل مناسب، احكوا لي تياهم منهن ترشحوا حتى يصير السياج الدائمي والثابت الى كل هذا السياج مال الكورنيش. الحلو هذا المكان باشجار معمره حيل كبيره. شنو ايش تسوون؟ نريد نطور هناك. راح نسوي والله عاش ايديكم، ابطال قلبي. وهاي الامطار راح يسوي لكم مكان وان شاء الله كل هالبغداد راح يفرحون بي. والحلو راح يعيدون ترميم هذا السياج، وبنفس الوقت راح يضيفون ممر هنا ممشى قريب على السياج الخارجي اللي يم الشارع. ان شاء الله القادم افضل لبغدادنا الحبيبه. اكتبوا لي اماكن ازورها بعد واصورها. انا عمار العبادي راح اجي للمكان بعد ما يكمل. مع السلامه. لكن بعد بضعه اسابيع او بضعه ايام فقط من حمله امانه بغداد لتطوير وتاهيل كورنيش ابو نواس ببغداد، وثقت مقاطع فيديو وثقت سوء استخدام الالعاب وتكسير بعض منها وقطف الازهار وتخريب جزءا من المساحات الخضراء وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، ما ولد نقدا جماهيريا كبيرا موجها إلى المواطنين أولا والعوائل الذين لم يحافظوا على جمال ونظافة الكورنيش ومدينتهم. ما أن انتشرت مقاطع الفيديو التي تبين غياب المسؤولية والاهتمام بجهود تطوير المتنزهات والشوارع الحيوية وألعاب الأطفال، حتى تولدت الكثير من الانتقادات والتعليقات وردود الأفعال التي وجهت إلى المقصرين والعابثين بالممتلكات العامة وعدم الاهتمام بها. اخترنا لكم بعض من تلك التعليقات التي جاءت على خلفية ما حصل بتحطيم بعض الألعاب التي نصبت حديثا في متنزه أبي نواس ببغداد، والتعليقات ستظهر على الشاشة. وكما تشاهدون هذه الصور وثقت أو المقاطع الفيديو أو مقطع الفيديو وثق كيف تم تحطيم بعض الألعاب. تعليق من ميثم الجبوري يقول: إيه أشوي اعتني وأبني، شبيكم إيه شوية اعتني وابني، شبيكم وكافي
قالوا قيل هوسات ولغاوي فارغة، كل التوفيق والنجاح لكل من يعمل بجد وإخلاص لا لشيء وإنما لوطن وشعب يستاهل. واحد يتعب له يقدم تضحيات بالجملة إن شاء الله والخير قادم. تعليق آخر من أمين يقول والله وضع بغداد مؤلم والله جدا، وحتى البناء والترتيب في المحافظات الجنوبية والغربية أفضل، يعني ليش بغداد رمزنا هيك مهملة؟ علما أنا لست من بغداد بس ما أجي أشوف وضعها جدا أحزن، إن شاء الله القادم أفضل، حفظ الله بغدادنا وأهلها الطيبين. هناك مداخلة وتعليق من كوثر، وليش ما تقولون نوعية الألعاب رديئة وغير جيدة وبناء مو بالمواصفات وتذبوها براس الأطفال اللي لعبوا بهاي الألعاب؟ بكل الدول أكو ألعاب بالمتنزهات والحدائق القريبة من البيت، وأكو صيانة من البلدية يجون يصلحون الخلل ويبدلون الكسر، إيش بيكم قلبتوا الدنيا؟ تعليق من علي زويد العتابي يقول على الأخ العزيز دولة الرئيس السيد السوداني المحترم عليه بناء الإنسان قبل بناء الأوطان، المفروض توجد نقاط حراسة أو كاميرات مراقبة للحفاظ على الممتلكات العامة، ويجيبون شك واحد يكسر ويقطع الورد، لأنه بالقانون الكل يمشي عدل، الكاميرات هي الحل. تعليق آخر من حميد حسين، ماذا قال حميد في تعليقه؟ بغداد وسكان بغداد بالسبعينات كانوا يهتمون بالحدائق والأماكن العامة، عندهم مسؤولية من الدولة تشتغل وتوفر الخدمات لهم ويحسون بيها، هسه الكل صاير مهمل إلا ما ندر، تحتاج إلى تثقيف وتوعية الناس مع تشديد القانون على المخالفين، ترى حتى بلندن أكو ناس تخرب بالحدائق، بس القانون يمنع ويحاسب المقصرين.